السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رياض بدر من كلية العلوم والتكنولوجيا خان يونس. راح نحاول في المشروع الصغير هذا في الفيديو هذا تبعنا انه نعمل بيئة تحت الماء، يعني نحاول نحط أرضية لأرضية البحر او أرضية بركة وفيها احساس بوجود ماء وما الى ذلك. هات نبلش في الأرض بداية، نعمل بلان، يبقى الأرضية اللي إلنا. خلينا نقول اللي حسبنا بالسنتي، نقول 1000، اجعل القيم اللي هان 1000 اوكي. هاي نعمل الارضية تبعتي، الارضية تبعتي انا عايز يبقى لها تموجات، لانه مش الارضية البحر بتكونش مستقيمة زي هيك، فانا راح اجي احط فلتر اسميه او اسمه نويز، حط الموديفاير هذا، ازيد القيمة التشويه على محور الزد، هنلاقي انه بلش في عندي شوية تشويه ظاهر. انا نقلل السكيل، هنلاقي انه تجاعدها صارت كثيفة، نزود القيمة تدريجيا وعاود ارفع القيم لها. حاول العب في السيد، اخذ لوحدك زاوية كويسة. انا عايز المشهد تبعي يكون اشي زي هيك. بهيك شكل. خلاص انا ارجع للحالة اللي كنت عليها، رقم 3 مش بطالة. اوكي، هيك انا عملت التجاعدات تبعت خلفية تبعت ارضية البحر. راح اجي انا واعمل انه في عندي شوية صخور صغيرة، راح اجعل سفير واعمل شوية سفير صغار هيك، وبرضو احط عليهم الموديفاير اللي اسمه نويز، واعمل شوية تشويهات على السفير هذه على جميع المحاور اللي عندي. على محور الاكس والواي والزد. اوكي، صافي عندي شوية تشويه. خليني انا اقلل السكيل شوية بهيك شكل، واجي على السيد اختار شكل من الاشكال اللي عندي. واضح انه السكيل المفروض يبقى اكبر من هيك. حالة زي هيك بيمشي الوضع، تبقى مبين عليها صخر. اجي اعمل منها نسخ شيفت، وانا عايز اعمل منها مثلا 5 أو 6 كوبيز، وكل واحدة منهم احطها في مكان مختلف اوزعهم. نيجي بعديها نحطهم عندنا في المشهد الموزعات. انا في نقطة انا عايز اعرفها، انه انا ايش المشهد النهائي اللي انا بدي احصل عليه، او ايش هي الزاوية المشهد النهائي اللي انا بدي احصل عليه. لو انا جيت على برسبكتيف من عندي، اخترت لي زاوية معينة، انا عايز مثلا الزاوية هذه، هذه زاوية أرضية البحر اللي عندي. راح أعص كنترول سي وأضيف كاميرا، صار في عندي أنا في المنطقة هذه كاميرا. لو أجيت على الزاوية هذه وعصيت على حرف السي، أو على النافذة وعصيت حرف السي، راح يتبين الكاميرا اللي عندي. أرجع هنا وأحط برسبكتيف، راح يصير أنا معنا بالمشهد النهائي اللي طالع عندي. هنا
أعلم على السفيرز اللي عندي ونزلهم شوية لتحت، أصير أنا أعلم واضح حقيقة الكاميرا إنه في شغلات بدها تقريب أو بدها ضبط. هذه مثلا ياريت لو كانت هان، هذه مثلا ياريت لو كانت هيك كويس، يعني هذه مش مبينة في الكاميرا. انا راح انشرها على شكل عندي بحيث انه يعطيني احساس انه في عندي مجموعة من الصخور. الصخور هذه راح اعلم عليها واغير السيد تبعها، اجي على النويز واغير عشان تعطينا اشكال مختلفة. نغير القيم طبعا راح تعطينا اشكال عشوائية. اوكي انا بتأكد انه كله المفترض في بعض الاشكال زي هذه المفروض تنزل شوية لتحت. هذا برضو ينزل شوية لتحت زي هيك. اوكي هذه هي الارضية اللي عندي، راح اخذ منهم واحدة برضو شيفت وعملها انه هذه صخرة كبيرة كوبي، يجيبها عندي في المشهد تبعي هان واروح على السفير وازيد القطر تبعها. اوكي اعطيها سيد مناسب هيك بتهيألي كويس، تنزل شوية لتحت واعمل كمان صخرة تانية زيها شيفت. وهي كوبي واعطيها سيد جديد. اوكي حاول انا اشوف الكاميرا تبعتي لو انا غيرت مكانها شوية او بعدتها شوية. نرفعها شوية لفوق، ايوه هيك افضل بتهيألي. اوكي راح اجي واحط الخامات عندي. اول حاجة امسك الارضية واجي على الخامات، انا راح اجيب خامات جديدة من الاول عشان نشرح في، راح اجي استخدم هذه الخامة راح اعطيها للارضية اللي عندي، وبالتالي راح امسك الخامة واحطها على المجسم اللي عندي هيك ارتبطت فيها. راح اجي على الديفيوز واروح على السيليولار. اوكي طبعا انا اظهر الخام اللي عندي، هي راح تصير عندي بالشكل زي هذا. انا عايز اروح على السايز تبعها واصغره، كل ما بصغر بلاقي انه الشكل بيختلف. انا عايزه يصغر كتير قيمة كتير محدودة هيك شغلة. راح اجعل الالوان تبعته، انا عايزه يعطيني احساس ان هو تراب او مشابه. اوكي لو عملت نسخة هنا كوبي علمت على هذا خليته اغمق شوية، واجي اعمل رندر شوف كيف الشكل صار عندي ماشي، بس الشكل اللون الابيض مش كتير جيد. خلينا اعمل هذه برضو كوبي واجي افتحها شوي هيك شكل، اعمل رندر
بلش يعطيني إحساس إنه في عندي تراب، نعود نشوف، هيك أفضل. أحاول أغير في القيم تدريجي وأحصل على أفضل النتائج اللي أنا عايزها. نعمل رندر، بيتهيأ لي هيك أفضل شوية. أوكي، أوكي، هيك شكل مقبول بالنسبة إلي. أجي نفس الخامة أعطيها لمعظم الصخور اللي عندي، خلينا نقول لكل الصخور. أعلم الصخور اللي عندي كلها وأعطيهم الصايمنت. هيك راح نلاحظ إنه كل الصخور اللي عندي أخذوا نفس الشكل. خلينا نروح على الكاميرا ونعمل رندر ونشوف المشهد تبعه. أوكي، في منهم صختين الكبار، أختار واحدة منهم وأعطيها خامة جديدة. راح اعطيها assignment للخامة هذه، وراح اجي على صورة معينة بيتماب، واختار texture او نقش معين يعطيني احساس انه هي عبارة عن صخرة. اوكي، نعمل render. الأمور هيك جيدة نسبيا. أخذ الصخرة الثانية وأعطيها الصاين، وأجي على فلتر السليولر وأعملها الصاين وشو، وأجي على السايز نقلله. خليه تشيب ونعمل رندر نشوف كيف. اوكي، انا لو زدت السايز شوية نعمل رندر ونشوف هيك بدها برضو شوية اقل، خلينا نقول 2 ونعمل رندر. اوكي، هيك مبين انه في عندي شوية صخور رملية او صخور عادية تحت الارض. انا عايز احصل على الاحساس ان انا تحت المية، هل لسه ما عنديش الاحساس هذا. انا راح اجي احط اضاءة عشان تعطيني الاحساس انه انا او انه التصوير عندي تحت المية. اجعل اضاءة، اختار ستاندر واجعل التارجت دايركت، ومن نافذة الفرونت احط الاضاءة تبعتي. بمجرد ما انا حطيت الاضاءة المشهد عندي عتم شوية او اظلم. خلينا نشوف الخصائص تبعت الاضاءة وايش بدنا نسوي فيها. الاضاءة عندي هنا الاصل انها تبقى 1، وهيك المشهد صار ساطع. خلينا نعمل رندر، واضح انه هو ساطع. انا عايز اضيف الاضاءة هذه تبعتي على الاتموسفير، راح اجي اعمل اد واقول له فوليوم لايت. اوكي، اعمل رندر، راح الاقي انه الاضاءة خلت المشهد كله باللون الابيض لانه لونها ابيض. راح اجي اعمل شغلة مهمة،
اني اخلي الاضاءة تبعتي هذه تعمل بروجيكشن. راح اجي على ادفانس افكت واختار بروجيكشن ماب، وراح اختار صورة معينة بت ماب صورة عشان تعطيني احساس تموج البحر او تموج الماء. اعمل رندر كمان مرة واشوف شو صار معي. هلقيت المشهد صار في عندي شوية اختلاف في الالوان بس لسه مش واضح، بتهيألي مش واضح لانه الاضاءة عندي ساطعة. لو انا اجيت على الاضاءة وقللت من القيمة شوية، نعمل رندر لسه نقلل بزيادة واعمل رندر واشوف النتائج اللي عندي. بلش يظهر عندي الصخور لكن الخلفية ضايلة عندي ابيض ناصع. راح اجي على الفوليوم لايت، يعني انا راح اغير في شغلتين عشان تزبط معي الصورة. راح اغير في درجة الاضاءة وراح اجي على الفوليوم لايت واغير في تأثير او كمية ظهور الاضاءة في البيئة اللي عندي. راح اقلل القيمة هذه واعمل رندر اشوف كيف النتائج. هيك اعطاني احساس ان انا في عندي تحت المية، وبلش لي هان في عندي اضاءة او خطوط متوازية وكأنه اشعة الشمس داخل عليها، وعند عندي على الارضية برضو منعكس كأنه اشعة الشمس واصل الارضية، وفي عندي اماكن مضيئة واماكن شوية معتمة نتيجة التموجات المفترض تبقى على سطح المية. عاود اعيد او اؤكد، انا حطيت تارجت لايت، اجيت قللت الاضاءة تبعته شوية وجيت على الاتموسفير افكت ضفته عشان يبين الاضاءة تبعته في الجو اللي عندي، بعدين فتحت الخصائص تبعته وقللت قيمة الدنسيتي او كثافة الضوء اللي ماشي في الهواء عشان يبين عندي. لو كانت قيمته عالية راح يبين انه في عنده سطوع كله ابيض وش راح يبين معي. واضفت كمان شغلة ثالثة، رحت على الادفانس افكت واختارت البروجيكشن ماب واختارت صورة بتناسب الفكرة تبعتي. الصورة اللي انا اخترتها هي صورة خطوط، نعود نشوف الصورة كمان مرة، هي صورة خطوط بيض ومنطقة زرقاء، عشان هيك اعطاني الخلفية على انها لونها ازرق لانه معظم اللون ازرق، واعطاني احيانا خطوط افتح شوية اللي هي لانه انا حاطط في الصورة تبعتي خطوط بيضة وهذه انعكست على الارضية برضو. اوكي انا عايز اعمل هلقيتها كأنه في عندي كرة ارضية موجودة او كرة ارضية صغيرة موجودة على سطح المي او داخل البحر اللي عندي. راح اجي على السفير وراح احط سفير صغيرة بهيك شكل، اضبط مكانها انا عايزها تقدم شوية. اوكي بهيك شكل. اوكي السفير هذه بدي اعطيها خامة، اروح على الخامات واعطيها خامة. الخامة هذه انا بدي اياها تكون عبارة عن صورة بيتماب واختار كرة ارضية. انا منزلها جاهزة من الانترنت وهي اوبن. الكرة الارضية هذا اعطيها الساين واقولها شو، وهي ما فيش عندي مشاكل مبينة بس واضح انها شوية غامقة. لو انا جيت عملت رندر عاود اشوف وين الخلل.
بتهيألي إنه المشكلة تبعتي نجم الإضاءة، لما رحت على الإضاءة على البروجيكشن ما بيبدو إن أنا لغيتها قبل شوية. عاود أختار الووتر وأوبن، عاود أعمل ريندر كمان مرة. اوكي بتهيألي فيش مشاكل هيك، اعمل كانسل واجي اقول له دائما بدي اعمل رندر، اعمل لي من الكاميرا. راح اجي من هنا اعلم على الكاميرا واعمل له لوك، خلاص وقت ما بدي اعمل رندر هو مباشرة راح يعمل لي رندر من الكاميرا. راح اجي الاحظ انه خامة الكرة الارضية دوبها مبينة، او رسمة الكرة الارضية على السفير دوبها مبينة. راح اعمل كانسل واجي على الخامات وراح اجي هنا واقول له سيلف الومينيشن وازيد القيمة. هون مبين بدأت يصير في عندي سطوع فيه. اعمل رندر ونشوف النتائج. بتهيألي هي يعني ساطعة بزيادة شوية. أخفف سطوحها شوية صغيرة هيك. أوكي أنا عايز أضيف شغلة تانية، أنا عايز إنه يطلع من حوالين المية غثاء ال أو ال يطلع من الكرة الأرضية أو حوالين الكرة الأرضية بالونات الهواء كأنه هي يعني نازلة في مية والبالونات هذه طالعة لفوق. راح أجي على حاجة اسمها بارتيكل، راح أجي بارتيكل سيستم، راح أستخدم البي أري وأحطها في أي مكان بعنينيش، بأثرش وين مكان وجودها. وراح اجي لخصائصها، اجي اعمل سفير صغيرة برضو هنا، سفير صغيرة اوكي. يمكن مش لازم يبقى فيها كتير سيجمنت عشان تقل على الجهاز اللي عندي. ارجع على البي ار اي تبعتي واروح على الخصائص تبعتي، اجي اشوف بيس اوبجكت الجسم اللي راح يطلع منه البارتيكلز بيك، وراح اقول انه السفير الاصلية تبعتي اللي هي الكرة الارضية. اوكي راح اجي هنا وادور على البارتيكلز او الجسم اللي يطلع عندي بارتيكل تايب. انستانس جيومتري راح اختار مهن من بارتيكل تايب، راح اختار انستانس جيومتري، راح تضوي عند المنطقة هذه، راح اختار بيك اوبجكت الشكل اللي بده يطلع من عندي واجي اقول له بدي اياه يطلع الشكل هذا. راح الاحظ لو انا مشيت انا مش عايز يطلع عندي اشارات زائد، اعمل رندر اشوف. في عندي الفقاقيع هذا بس انا مش عايز اشوفها، مش عايز اشوفها بشكل زائد في المشهد تبعي. راح اجي على الخصائص واحاول العب فيها واتحكم فيها بحيث انها تعطيني الخصائص اللي انا عايزها. انا مش عايزه يستخدم هنا مش، وبصير عندي المشهد اوضح الي في عملية الضبط. اوكي راح اجي واحدة واحدة، العدد بتاعي عالي راح اجي احط اثنين او ثلاثة. بطل مبين عندي في المشهد، مع لو عملت رندر راح الاقي انه في عندي بارتيكلز موجودة بس في المشهد اللي عندي
طيب انا خلي الزيادة شوية عشان يبين معي، بعديها بعود اضبطه كمان مرة. اوكي انزل واحدة واحدة واشوف السبيد، انا عايزه شوية يبقى منخفض سرعتها. في عندي شوية اختلاف في السرعة، راح يبلش الانبعاثات خلينا نقول مثلا من سالب 20 فريم، راح يبلش يطلع الانبعاثات من الكرة الأرضية، راح ينتهي يبلش من سالب 20، راح ينتهي أنا عايزه ينتهي عند 100. Display Unit عمر راح اخلي العمر تبعها حوالي 100، بديش اشي ينتهي، وخلينا نقول مثلا 70. اختلاف العمر مش عايز اغير فيه. السايز بتهيألي بدي شوية يبقى اصغر، شوية اختلاف في الحجم يبقى فيه شوية صغير شوية كبير وما شابه. الفيد جرو فور انا عايز ازيد القيمة، في البداية يبقى حجمه صغير بعدين يكبر كويس. هذا كل هذه الانبعاثات طالعة من الجسم تبعي. ايش انا عايز كمان؟ عايز في البداية احاول احصل على افضل نتائج. انا ممكن اجي ما اغلبش حالي كتير، اروح على النهاية في اللود سيف واختار شغلة بتناسب الشغل تبعي. هيك من بعثة جميع الاجيال انا عايز شكل تاني هيك، لا فل ولا هيك، حاول احصل على نتيجة او واحدة بتناسبني وابنى عليها. لا طبعا حتى الآن ما حصلتش على ولا واحدة مناسبة. اوكي هي هذه مناسبة، بس هو انا ملاحظ انه كله بيتجه في جميع الاتجاهات، يعني الدوائر هذه بتتجه او السفير الصغير هذه بتتجه في جميع الاتجاهات، لا انا عايزها تتجه لفوق. هات خلينا نحط جاذبية، راح اروح المنطقة هذه واروح اختار جرافيتي واحط انه في عندي جاذبية، انا عايز الجاذبية تبعتي تكون لفوق، راح اجي اعملها دوران وخلي اتجاه الجاذبية الفه 180 درجة. اوكي صار في عندي جاذبية، الجاذبية هذه بدي اياها تأثر على السفير، راح اجي اختار او اربط السفير فيهم، راح امسك السفير واربطها في الجاذبية تبعتي. يبدو انه ما اعود اعيد. اوكي ارتبطت، لاحظت لقيت ان انا معظم السفير الصغيرة هذه صارت متجهة الى الاعلى، هيك بيناسبني الوضع اكتر. اعمل رندر اشوف النتائج. الحجم عندي جدا صغير، راح اعمل شغلتين، الجاذبية بدي اخفضها شوية، اعلم على الجاذبية واروح على الخصائص تبعتها، انا عايزها 0.5 نص الجاذبية تقريبا، نجرب
وعايز الحجم يبقى تبع السفير يبقى اكبر شوية. راح اعلم على بي اري وحجم السفير، عايز العدد يبقى شوية اقل والحجم السايز يكون اكبر شوية. اعمل رندر اشوف. اعاود ازيد الكثافة شوية او اقلل السبيد. اعمل رندر. انا عايز يبين في عندي شوية كثافة في المنطقة الامامية، ازيد عددهم واعمل رندر كمان مرة. اوكي هيك جيد. اقلل قيمة الجرو فور هذه. خليها 10 وازيد لي كمان شوية واعمل رندر. هيك صار مبين في عندي شوية كثافة من السفير الصغيرة، عشان تعطيني احساس ان انا او ان الكورة مخترقة المية وبطلع منها فقاعات هواء. فقاعات هواء هدول اللون تبعهم مش مزبوط. اجي اعطيهم خامة معينة، اعلم على اي واحدة واجي على الخامات واعطيهم الصاين. خليني اشوف، اعود اتاكد ان الصاين جاي على اوكي. انا عايز هاد تبقى لونها، خلينا نقول لونها ابيض او على زراق شوية. خليها على زراق شوية واروح العب في خاصية سيلف الومنيشن شوية، هي مضيئة في ذاتها. اعمل رندر اشوف النتائج. هيك شوية الشكل صار الطف. كانسل، احط شوية شفافية اشوف كيف بده يصير معي الوضع. خلينا نقول شفافية 50% واعمل رندر كمان مرة. اوكي راح اجي انا على الماب اللي عندي واحاول اختار في الريفليكشن الريتريس. اوكي ونقلل القيمة شوية في الريفليكشن واعمل رندر. اوكي هيك صارت الامور كتير افضل، وفي عندي لمعة تعطيني احساس انه في عندي شغلة مائية يعني. كنسل، راح احاول اخليها مضيئة شوية او اللون تبعها يكون ابيض واعمل رندر كمان مرة اشوف الفرق. هيك معطياني احساس انه هذه عبارة عن فقاعات هواء داخل الماء. اوكي بتهيألي انه انا ضايلي شغلتين. اول حاجة بدي احط شوية اضاءة تحسن المشهد اللي عندي، لان المشهد تبعي شوية معتم من تحت. راح اجيب اضاءة امني واحطها في المنطقة هذه واجي ارفعها لفوق شوية. عشان تخلي المشهد شوية مضيء.
أفعل خاصية الشادو، المطب لير تبعها أزيده أو أخلي أعطيله قيمة واحد، وأعمل رندر أشوف. بتهيألي هيك أفضل شوية، الإضاءة صارت أفضل. خلينا نيجي نعمل سمكة ونخليها تمشي، أو قبل ما نعمل سمكة بدي أخلي الكرة الأرضية تنزل وتطلع. الكرة الأرضية اللي عندي هذه راح أعمل فيها عليها حركة، خلينا نقول مثلا عندي فريم 10، هاي أوتو كي، وأروح على الموشن أقول له بوزيشن، أضاف لي كي هنا. أنا عايزه في البداية يكون خارج المشهد اللي عندي، عند 50، عايزه ينزل، وعند 90 أو نقول 80. خلينا عند 90، وانا عاود ارده مكانه، يعني راح اخذ نسخة من هان هي شيفت، وعاود احطه مكان، راح يصير مشهد عندي زي هيك. اقيم الاوتو كي واجي على الكاميرا واعمل بلاي. انا عايز شوية الكرة الارضية في المنطقة دي تكون منخفضة السرعة، راح اجي على الجراف اديتور، وعلى الفريم في النص ازودها من الطرفين عشان تاخد وقت اطول وهي بتنزل وبتطلع. نعمل بلاي، هلاقيها بتنزل اسرع وبعدين في النص بتصير بطيئة تعود تطلع. هيك بتهيألي الأمور ألطف. طب راح نلاحظ احنا أو نتذكر إنه في دائما فقاعات الهواء هذه حواليها تطلع معها وفيش مشاكل عندي. أوكي، راح أعمل سيف. راح اجي اعمل سمكة، بدي اعمل احساس في عندي سمكة، راح اعمل مشهد جديد، فايل نيو اول، انا عايزها تبقى ليفت، واجي اعمل السمكة او ارسم سمكة عندي. راح اجيب في البداية بلان، طبعا انا البلان مش عايز انه يكون فيها خطوط، وراح اجي على الخامات اللي عندي اجيب لي خامة السمكة او اجيب التكستشر تبع السمكة تبعتي، ادور عليها. انا عايز هادي واوبن، راح اعمل اساين للبلان اللي عندي، السمكة اللي عندي انا. خلينا نروح على البلان، تخيلي هيك ادائها جيد او حجمها جيد. راح اجي اعمل لها موديلينج، راح احط عليها بوكس، غير اللون واجي احط عندي البوكس تبعي. واضح انه في عندي بوكس، البوكس هذا لونه خليه احمر او اشي مميز اسهل الي في الشغل.
واقص الت اكس عشان يصير في عندي خاصية الشفافية، واضيف شوية خطوط تساعدني في شغلي. بعدين احط ايديت بولي واجي على ايديت بولي اسف واجي على النقاط اللي عنده، اكبر الشاشة ونبلش نضبط الموديلينج تبعنا. هذا راح يبقى في البداية عندي نتفهم عندي التوم تبع السمكة، ونعدل في النقاط تدريجي قبل ما احصل على شكل قريب للسمكة اللي عندي. نعدل من تحت هذه النقطة، يمكن لازم تنزل تحت شوية. او بنفع حد نعمله اكسترود، خلينا نتجاهل انه في عنده زعنفة تحت. ارجعها شوية لورا، اجل النقطتين هذول كمان ارجعهم شوية لورا بهيك شكل. هادي انا عايزها تكون هان، خلينا اخر نقطتين طيب اجي اعمل اكسترود للديل. انا عايز البوليجون واختار من هان، او اسف عايز الخطوط هدول التنتين راح اعلم عليهم الخطين هدول واعملهم كونكت. تو سيجمنت واوكي، ارجع البوليجون. هاي السيجمنت تبعتي راح اعملها بيفيل او اعملها اكسترود. اصغرها شوية هاي اوكي. ارجع للنقطة هذا واحاول احطها على طرف الديل، هنا نفس الكلام النقطة هذه عايزة تكون لجوة شوية، ومن هنا مردودة شوية لجوة. هذه النقطة لو أنا زحتها شوية لبرا بالشكل هذا. هيك مبدئيا صار في عندي موديلينج خفيف. لو اخذت من تحت البوليجون اللي هان واعمل اكسترود صغير اوكي، اجي على النقاط كبر الشاشة واحاول اعدل فيها بحيث تعطيني احساس بالزعنفة تبعت السمك. اوكي مش انا مش عايزه يبقى كتير معقد. لو انا عملت له سموث خلينا نقص عليه ونعمل الت اكس، لو عملت له مش سموث ميات هي اللي معطيني احساس انه في عندي سمكة، بس اللهم الديل تبعها مش كتير. وجيت على الفيرتيسيز اللي عندي هنا ينفع اتحكم فيه، ومن هنا نفس القضية.
قضية الزعنف في نفس الإشي، علم عن النقطة اللي هان. صار في عندي إحساس إنه أنا عندي سمكة. المشكلة عندي أنا لقيت مش عايز البلان، أخفيها. هايد سيلكشن، هاي السمكة تبعتي، عايز أحط لها الخامة تبعتي، عايز أحط الخامة. هان هي بيت القصيد، راح أجي على الخامات اللي عندي، راح أنقي أي خامة بدي إياها. هي نفس الخامة اللي أنا تو استخدمتها اللي هي على البلان، أنا عايز تبقى هي على السمكة. أعطيها assignment، علم على السمكة وأعطيها assignment وأقول ورجيني. هنا لو جيت أحاول أعايرها من هنا السمكة تيجي على الكل، مش راح غير، بدل زي ما بدك. راح تلاحظ إنه أنت عاجز عن إنه تحط الخامة تبعتك على السمكة بطريقة صحيحة. لو جيت استخدمت اليو في ماب برضو حاولت، مش هتزبط معك. الحل الوحيد اللي عندنا نستخدم الان راب يو في دبليو. انا عايز استخدمها في الاول، راح اضطر اعمل شوية اعدادات او ضبط زي ما هو عندي. اول حاجة راح اروح اختار فيسز واقيم اجنور باك فيسنج، وعلم على كل الفيسز الموجودة عندي في السمك، سيت انا اعلم عليها من جميع الاتجاهات. اوكي، راح اجي انا اقول له انا عايز يبقى نوعيته بلانر. البلانر اللي عندي لسوء حظي كان باتجاه الخاطئ، واضح ان انا بدي اعمل له ميل. شايفين الخط الاصفر هذا اللي جاي بالعرض، راح اعمل له ميل، راح اعدله، اعمل له دوران، واجي من اي نافذة بدي اعمل له دوران زاوية 90 درجة، يقعد بلف معي لحد يتمسك 90 درجة. اوكي، راح اجي على فيت واخلي الثري دي ماكس يظبط لي اياه تلقائيا بالحجم الطبيعي تبعه، صار موجود عندي بالحجم المغطى السمكة. راح معلم انا ضايل على كل الفيسز تبعون السمكة، راح اجي على الايديت، راح يطلع لي شكل السمكة الأمامي. هذا شكل البوليجونز اللي أنا علمت عليه، هذا شكل البوليجونز اللي أنا علمت عليها. راح أجي واختار من القائمة هذه تاني خيار اللي هو دائما الصورة أو الخامة اللي أنت حاططها على الجسم تبعك. أوكي، ملاحظ إن الصورة عندي موجودة مكررة، اي صورة بتسد، لكن انا واضح انه حجم السمكة عندي اكبر من حجم الصورة، عشان هيك طالع عندي هنا الصورة ماخذة جزء من المجسم اللي عملته. راح اجي اعمل له سكيل، اعلم على النقاط واجي اعمل له سكيل، ازغره واحاول احط جميع النقاط. طيب اجي اعمل سكيل من نوع تاني واكبر وارجع من ورا، امغطه شوية من الاتجاه هذا، يمكن بده برضو زي هيك. هيك جيد، بس في بعض الاماكن احنا غير موفقين فيها. لو انا اجيت واختارت هنا سوفت سيلكت وخليتها اون، حاجة اعلم مع بعض النقاط واسحبها عشان تيجي تغطي لي منطقة السمكة هذه تبعته بالضبط، ومن هنا نفس الكلام، راح اجي منطقة الديل واعدل عليها المنطقة هذه واسحبها. هذه المنطقة برضو جاية تحت تأثير الصورة، تهيأ لي هيك الأمور جيدة. راح ألاحظ إن أنا مجرد بإني انتهيت من تعديل عندي الصورة صارت جاهزة وكأنه في عندي سمكة حقيقية موجودة. أسكر، وهيك أنا أعطيت الخامة تبعتي للسمك اللي أنا عاملها. راح أحفظ الصورة هذه فايل سيف أز،
في المسار هذا على انها، وخلينا نحفظها على سطح المكتب لانه اسمها فيش. سيف، راح اروح احفظ افتح المشروع اللي عملته قبل شوية الاندر ووتر، واروح على سطح المكتب اللي عندي. وينك يا فيش؟ امسكها وباليمين واختار كلمة ميرج فايل عشان يدمج لي الملفين مع بعض. احط السمك في اي مكان واجي على المشهد تبعي كمان مرة واحاول اضبط مكان السمكة بطريقة صحيحة. واضح انه السمكة اجت عندي مقلوبة، اعملها دوران بزاوية 180 درجة. اوكي، بتهيألي حجمها برضو شوية كبير، عملها سكيل. مكانها بنظبطه براحتنا. طيب اللي ضايل علي اني انا اظبط مكانها، انا عايز السمكة تبعتي تمشي، راح امشيها على مسار، اجي اعمل من هنا لاين وامشي السمكة تبعتي على مسار معين. خلينا نقول المسار تبعي بيمشي من هان. هيك شكل، هنا انا هيك رسمت مسار، المسار هذا بقدر اعدل فيه. خلينا نخليها تيجي هنا هيك ماشي الوضع، امسك المسار ارفع شوية لفوق وعلى هذا المسار المفترض انه السمكة تمشي. انا عندي نهايته هان. عايز تبقى نهايته خارج الشاشة. اوكي، راح امسك السمكة واختار موديفاير اسمه باث ديفور واقول له بيك واختار المسار تبعي، اسف كنترول زد. نختار بيك وعاود كنترول زد. راح اجي على الايديت بولي، اتاكد انه فيش، انه انا مش معلم على ولا نقطة، مش معلم على النقاط. اجي على الباث ديفورم بيك باث واختار، راح الاقي السمكة اتجهت في اتجاه غريب، اقول موف تو باث، بيلزم لي اياه في المسار تبعها. هي السمكة تبعتي، راح احاول اضبطها في المكان الصحيح. لو انا حطيتها على اكس واي هيك يمكن كويسة، بس بدها شوية دوران، راح اجي اعملها دوران. زاوية 90 درجة. طيب لو انا جيت احرك في البرسبكتيف راح الاقي انه السمكة بتتحرك زي ما شايفين في نافذة التوب، تتحرك بانحناء، انحنت مع المسار تماما. فهي السمكة ما بتاخد شكل معين ولكن بتنحني على حسب سيرها للمسار. وطلعت من نفذة التوب. اوكي، بس انا عايز المسار تبعي كله اخده، ارجع لورا شوية. ارجع السمكة
move to path وأعود أعملها شوية دورة 90 درجة. أوكي، وراح أجي أنا أخلي هذه القيمة 0، وبعدين مع زيادة القيمة راح تيجي السمكة عندي وتطلع. أوكي، راح أجي عند 0 وأحط أوتو كي وأغير القيمة هذه شوية، وراح أجي عند خلينا نقول 80 وخلي القيمة تصل لدرجة 100. صار وأجيب الأوتو كي، لقيت صار في عندي حركة السمكة مبينة عندي في البرسبكتيف. خلينا على الكاميرا ونشوف هاي السمكة إجت، واضح إنه السمكة كتير سريعة. خليني أنا أجعل القيمة اللي هذي، وخل أقلل القيمة هاي أوتو كي، أقلل القيمة شوية. ده عند 70 و77 كانت طلعت من الشاشة. خلينا هان برضو نفس الشيء، أزيد أوكي، أقيم الأوتو كي، أعمل بلاي كمان مرة أوكي، سرعتها أحسن. بنفع طبعا أمسك الكي فريم وأبعدهم عشان تصير الحركة تبعتها شوية أبطأ. هيك أنا عملت قاع البحر، وفي عندي مبين في عندي سمكة فيه، وفي عندي إحساس إنه في عندي كرة أرضية بتنزل وبتطلع. لو جيت عملت رندر راح أحصل على الشكل هذا. طبعا السفير الموجودة هنا أنا صحيح المفترض إن أعملها هايد وبتنتهي المشكلة تبعتها، بطل مبينة عندي. بنفع أزغر عدد بزغر السمك هذا، بنفع أضيف مجموعة من السمك بيمشوا ورا بعضهم، بنفع أوزع الإضاءة بطريقة أفضل على المشهد تبعي. لكن هيك النتائج بتهيألي مبدئيا شكل مرضي. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.